مرحبا حبايب، هلو ماي فريند، ويلكم اجين تو ماي شانل. ذس سبرينج تايم، ليت مي شو يو ذس فيو بيوتيفول فيو ان فرونت ذا هاوس بيفور اي دو ات ان ماشين اند كلين ات. ليت مي شو يو. مرحبا حبايب، الدنيا ربيع. حبيت بس هذا المنظر اراوي لكم اياه. هذا قدام الباب مالتنا الحديقة، قلت قبل ما أزينها وأسوي يعني قبل ما أشيل الحشيش أو أخرى خلي أصور هذا الفيديو وشوفوا أنتوا، واللي يعرف شنو هذا الشيء اللي دا يطلع بالقاع اللي يعرف يكتب لي بالتعليقات بليز. شايفين القاع كلها صايرة من هذا الأصفر، الورد الأصفر. خلوني اسويها فيو. طبعا دا انظف، صار كم يوم اطلع اشتغل بالسواقي هذه، نظفت رتبت شوية. It is spring time. Couple day ago I just planted this in here. This is for Christmas. I just put it outside. I planted a lot. It is spring. We need 1 month or 2 months to give it this flower, white flower. This is gardenia. هاي كانوا شجرتين، وحده ماتت بالشتاء هنا كانت اختها، وهذه همينه كانت تناضل، جبت لها شغلات فيتامينات وشغلات حتى نتعيش. شوفوا منظرها ايش قد حلو. How beautiful. How beautiful. It was two in here. The another one, this side, it is died in winter. It's gone in winter. So I try to protect this how much I can do it with this one. هاي هالشكل اكاثرهم. اخذت من هاي الشجرة الام، اخذت خليته هنا العام. بس ليه هسه ما شايفه ورد بيها؟ هذه على السينات كانت وردي بينك، بس اذا تنطينا هذا اللون الاحمر تنطي بينك هنا لهذا الغصن، تنطيني اللون الزهري الوردي. هذه ايضا كلها ماتت، يبسد بقت بس غصن واحد. اختها همينه نفس الشيء هنا. هذي يعني احب الورد هوايه واتعب هوايه بهاي الحديقه لانه احب الورد. هذه همينه اشتريناها وماتت كلها، باعوا بس بقى غصن واحد، بس غصن واحد باقي، كله نشف. In the winter all is gone die. هنا دا احاول اكاثرها، اخذت غصن منها وهسه زارعته اني جديد، ان شاء الله يعيش. شوفوا لي هالمنظر، الحديقة هاي كلها لازم نجيب دواء ونخلي على مود يطلع الحشيش وهذا يروح. كل هذه المساحة اذا تشوفون هالشكل، هذه الورود. طبعا شوف المنظر هو حلو المنظر، بس حشيش ما شوف الحشيش خانق، للحشيش خانق. خليني اسوي لكم اياها بالعرض.
طبعا هو المنظر يجنن، بس خانق الحشيش، فنزينها ونشوف ايش راح يصير. واكيد هذول الزهور بيهم في الشي فائدة، رب العالمين خالقنا اياهم، بس احنا ما نعرف، احنا ما نعرف، اهل قبل هم اللي يعرفون. طبعا راح اراويكم اني شلعت منها شلون تفرش بالقاع. شوفوا شلون فرشوا بالقاع، شوفوا شلون تفرش بالقاع، كانه شكل الكرفس، بس مو كرفس، مو كرفس، لان الكرفس يعلى، هذه ما مو عاليه. خليني اراويكم هنا شلعتها. هاليوم الصبح اشتغلت، نظفت شويه. It has become looking like that. I don't know what is that. شوفوا هذه، شوفوا هالشكل تجي. هاي طلعتها من الجذر، شوفوا ايش قد كبيرة اللخة. وزبيك شوفوا ايش قد كبيرة، من الجذر طلعتها. شوفوا كأنه كرفس، بس مو كرفس. حبايبي أتمنى لكم نهار سعيد يا رب، وربنا يبارككم ويبارك عوائلكم. God bless everybody. Thank you for watching. Thank you my friend.